جاو هضروا. حنا راه مناضلين عاديين، ما حزبنا قابي ما حتى حاجه. حنا اون بيرسون، انا مواطن، ما عندي بطاقه ديال مهني ديال حتى حاجه، مواطن خدام في هذه البلاد. جيت باش نوصل الصوت ديالي، وانا قلت الميساج ديالي، ونتمنى من هادشي ياخذوه بعين الاعتبار، ونتمنى من جلاله الملك يدخلنا في هادشي، حيت هادشي راه ماشي ساهل وماشي بسيط. هاد الناس هادو من هنا راهم تيديروا بالفتنه للبلاد، وحنا ما باغيش لبلادنا، تنتمنوا لبلادنا الطمأنينه وتبقى زوينه، راه حنا عايشين فيها الحمد لله. هاد الناس هاد اللوبيات نتمناهم يتنقاو ونديروا ناس اللي كفاءه واللي غادي في البلاد قدام وتخدم، وتحيد لنا شويه التشرد، نقص لنا شويه من البطاله، ويشوفوا الناس كيفاش غادا، ويشوفوا الناس كيفاش غادا في السياسه ويتعاملوا معاها. ما يبقاوش غير يبقاو على اللي جا نعس باقي يجي يعطينا قرار. والباص باص باص، انا راه اللحم عطاني الله سبحانه وتعالى الجسد، ما يمكنش ندير فيه شي حاجه انا ما مقتنعش بها، وانتم اللي خليتوني نشكو. مادام تيولي جا عندي واحد تيقلب عليا باش ما بغى، ويتخشى ليا من هنا ويدور ليا من هنا، يقلب عليا باش يجي يدق ليا، راه سي نورمال غادي نشك. انا غادي نشك، انا تنشك. علاش؟ حيت الحاجه اللي تتعطى بدون، حنا ولفناها في هذه البلاد، يعني الحاجه اللي تتعطانا بدون مقابل، يعني راه ما فيها الصلاح. هادشي حيت الحوايج اللي تيكونوا بالمقابل، اللي تيكون فيهم مصلحه تيكون فيهم مقابل، تيكون فيهم الجري، وخاصك تسناو سير جيب هاد الورقه وطلع هنا وهبط هنا، تيجرجروك واحد 15 يوم وانت تمشي، حيت فيها الفائده لك انت. اما هادشي هذا حنا شكو، هما اللي خلونا نشكو وتنتهمهم هما، كون مشاو معنا مع الشعب بواحد الطريقه سلسه، ووصلوا لنا واحد الميساج بان هاد الباكسان علاش يصلح، ويجبدوا لنا علماء ديالنا. حنا البلاد، حنا المغرب كامل 37 مليون نسمه، ما فيهاش عالم واحد يقول لنا هاد اللقاح مناش مصاوب وتاش يصلح. راه ما يمكنش غنتيقوا حنايا يهودي مصايب لينا الدواء، راه حنايا مسلمين، وراه ما غنتيقوش فيهم. اسي اللوجيك هو هذا، ما نقدرش انا نجي نعطي دراعي دوك ليا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، انا من نهار دقيت انا مريض. يلا الناس تبدا دوك البلا تتوقع لها مشكل، تمشي للسبيطار ما كاينش اللي يهضر معاه، ما كاين اللي يستقبلوا لا والو، وشنو؟ صافي عادوك وصافي. لو لا متي ماشي مع سوقناش، حنا المسؤوليه تيعايدوا عليهم، وما عندهم المسؤوليه ديالهم ليسونسيال ديالهم الباس الفاكسان. لا حنا ما متفقينش معاكم، حنا حرين وحنا غنعيشوا حرين، وغنبقاو عايشين معاكم في هذه البلاد، وباش ما بغيتوا. وعاش الملك، وتنحيوك سجلات الملك، وتنحبوك وتنموتوا عليك. نهار تقول لنا تقدموا، حنا راه موجودين، ولكن حنا تنطلبوك من هذا المنبر ان هذا السيد يمشي بعيد، يمشي بحاله، يتراجع شويه، بان راسه بغى يقصح معنا، وحنا راه راسنا قصح من راس السي عزيز اقنوش، لاننا حنا مغاربه وفينا الدم ديال الرجوله وفينا الدم ديال العروبه. راسنا قصح من راسك، غتنازل غتنازل غتنازل، وبز منك غتنازل وتعيش المقاطعه.
شكرا خويا وشكرا لكم كاملين. لا قول لي شنو السبب الرئيسي اللي خلاكم تخرجوا؟ الرئيسي خويا هذا السيد خاصو يمشي بحاله، ليسونسيال ديالنا يمشي بحاله ولا يتراجع على بعض القرارات ديالو لانهم قرارات خاطئه. فهاد الزياده راها بزاف، 13 درهم ليسونس 11 درهم مازوت بزاف. حنا راه ما تنتخلصوش ب 10000 درهم ولا تنتخلصوا بواحد 13000 درهم، راه المغرب باقي السميك ما تزادش، راه الناس تخلص دابا غير 2000 درهم، السميك راه فيه 2800 درهم تقريبا، ولكن راه كاينين ناس خدامين عام 1500 درهم تنعرفهم انا كريم منا. كاين مشكل عندنا في قطاع الصحه، هذا اي طالب جا ما دار والو، من جا هو مخبي، خرج لينا خرجه وحده قال لينا سيدي انا الباس هذيك ما غنساوهاش ليه، حيت هو دابا قالنا الباس وما كاينش هو. قبل ما تقول الباس شوف شوف السبيطارات كيفاش دايرين، سير دور في السبيطارات شوفهم كيفاش دايرين، عاد اجي قول لنا حنا الباس هذاك السم ديال العيالات زعما الباس. انا تنتحداك تنتحداك نمشي معاك لاي سبيطار والله ما نلقاو فيه حاجه. حنا السبيطارات عندنا هما الوحيدين في العالم، هي خاصك تهضر مع السيكيريتي هو الاول، والله حتى السيكيريتي هو اللي يدخلك، والسيكيريتي هو اللي ينعس لك المراه، والسيكيريتي هو اللي يدخلك تفتح، والله ما دار معاك شي سيكيريتي الا دخلتي. وندي ونتحداه نتحداه، انا بنتي هزيتها من سبيطار محمد من مولاي الحسن اللي جيت الساعه جيت درب السلطان مولاي الحسن من الوافي، هزيتها من مولاي الوافي للسقاط كيلومتر ونص، قال لي غتجيب لومبيرونس ولومبيرونس واقفه 1200 درهم. مشيت للسقاط قال لي سير اخويا قرر البيع لها في كلينيك ولا قطره حليب، يومين وانا كنجري بها توفات بسببهم هما. السي اي طالب انا الخصيم ديالك امام الله، وانا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، وغادي نبقى معاك ويوم القيامه غنوقف انا وياك، والله ما نسمح لك لا انت لا انا اللي قاعدين نهبوا هاد البلاد هادو وكرهونا في هاد البلاد، ولا هاد البلاد تنحبوها وبلاد جدودنا وكافحنا عليها وتقاتلوا عليها، ولكن دوماج الناس اللي تقاتلوا وتحاربوا ماتوا، ولادهم تيعانيوا، ولادهم زادوا ماتوا في الحياه ديالهم تيموتوا نهار بعد نهار، والناس اللي سلتات وسلتت ولادها قراو راه هما اللي جاو حكموا البلاد. اما المواطنين والناس اللي تقاتلت وماتت على البلاد راه والديهم، والخير فيهم كاين اللي ما تيتخلصش، ما تخلصنا ما والو. هاد الناس ولا اخ النوش يقول لك البلاد، انا من المنبر تنقول ليه بانه هو تيظن ان البلاد ديالو، تنقول لك السي عزيز اخ النوش هاد الشيء راه عندك غلط، البلاد ماشي ديالك، البلاد ديالنا حنا وديال جدودنا، وغنحيدوش لك منها وغنقاطعوك وغنوقفوا اليوم ونوقفوا غدا، ولاد عاد الضروره تحاربنا في الارزاق ديالنا ما غنخدموش وغنعيشوا باللي قسم الله، حق الله سبحانه وتعالى هو اللي تيرزق، ما تترزقناش انت، ما غنتسناوش الصدقه ديالك، تجي تقول لهم لا انا غنفرق على الفلاحه، فلاحه 100 عام وما عايشين في العذاب، ماشي يلاه غير تعذبوا، ماشي يلاه غير تعذبوا، راه انت اللي اخطبوط شاد كل شيء، انت ايد في البحر، ايد في البر، ايد في الغابه بزاف. شد حاجه وحده باش تخدم فيها مزيان، راه ما يمكنش انت نحسبوا لك السويع ديالك شحال تخدم، ما يمكنش تعطيني لو بليس وانت خدام 20 وزاره، ما يمكنش تعطيني لو بليس، خاصنا التخصص، البرلمان ناعس وفيقوا وانتم راكدين فيما تدور عندك كاميرات تترقد وهضروا علينا، راه حنا ماشي انتخبناكم، راه كاين اللي طالعه بالواسطه وطالع بالتخويض، حنا ما مصوتينش على حزب، انا والله ما صوت، راه الناس ما مصوتينش، راه هادشي هذا الى الله نشكو، الى الله نشكو همنا، وتنتمنوا من الله ياخذ فيك الحق في الدنيا قبل الاخره، ونتفرجوا فيك راك ملمتينا وقتلتينا، والناس راه المغرب 27 مليون نسمة، باش نعاود نقولها لك راه 7 مليون اللي شبعانه، راه 30 مليون راه كامله تتعاني وتتعاني في الصمت، وصابرين صابرين لعل وعسى يكون شي تغيير، والتغيير راه حنا اللي غنديروه، وتناشي جميع المغاربه كامل الاحرار قاطعوا المواد ديالو، راه هاد السيد راه طغى علينا بزاف، وما عندكم تقدروا تدعموه هو تيزيد يكبر، وراه طغى علينا بزاف وحسبنا الله ونعم الوكيل. علاش ديالو ضد اخ النوش بالضبط؟ ماشي هو اللي كيف الحكومه بوحده؟ ما كاينش بوحده، راه هو رئيس الحكومه اختي. عزيز اخ النوش دابا هو الرئيس ديال الحكومه، هادشي علاش نهضروا معاه هو، يعني هو هذوك المسؤولين الاخرين خاصو هو يهضر معاهم، كما هضرت لاخ النوش هضرت على اي طالب وهضرت على وزير التعليم اللي ما عندي سمع نعرف سميتو وما تيشرفنيش نذكر السميه ديالو ما تنعرفهاش. هادو راهم خرجوا علاش؟ حيت حنا المجتمع ديالنا البلاد اللي بغات تبنيها خاصك تروان بوا، خاصك التعليم الصحه، التعليم والصحه
هادو اساسيات، والامن راه كاين في البلاد، ولكن راه هما اللي تيزعزعوا في الامن دابا. هما حاليا ما تيبداو يزيدوا علينا هاد البريسيون وهاد الضغط، يعني راه الضغط تيولد انفجار، وهما تيزيدوا البريسيون، زاد درهم زاد درهم زاد درهم زاد درهم، زيد 90 درهم 95 درهم، راه حنا ما عندناش باش غنعيشوا بهذا الشيء هذا. هاد المستوى اللي ولينا عايشين به حنا بدل المعيشي، راه خاصنا نكونوا في ميريكان، راه ميريكان على اساس ميريكان دابا تشري الزيت الخاص منها هي والبترول. راه حنا ماشي دولة فقيرة، راه حنا عندنا جوج البحور تبارك الله، عندنا الزراعة، راه عندنا بزاف ديال الحوايج. راه أول عام من دابا شي 40 عام ولا 50 عام، أول عام جرت شوية ناقص جرت الشتا، خاصنا نعرفوا ندبروا المسألة، خاصنا ماشي ما عطيناش الله سبحانه وتعالى الشتا عام واحد يوقع علينا بحال هكا. راه حنا ما عندناش جفاف، أول عام نقصت فيه الشتا، خاصهم هما كحكومة يدبروا الأمور ويزيدوا شوية الفلوس، من الفلوس اللي الأعداد ديالها تيحسيها الله سبحانه وتعالى، عاد تيكنز تيكنز. واسي أخنوش تنقول لك من هنا راه ما غاتعيش مليار عام، ولو دامت لك لدامت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولدامت لك غدهم القارون وفرعون والنمرود كاع هادو عطاهم الله سبحانه وتعالى ملك وعطاهم القوة ما تقدرش عليهم. شكون أنت وسط الناس كاملين؟ أنت راه لا شيء. الله سبحانه وتعالى قادر باش يخسف لك الارض، لا انت لا على اللي تابعينك، راه قتلتونا. ادعيناكم الله، هذا الشيء نتمنى من الله ياخذ فيهم الحق، راه كرفصونا وحنا جينا وقفنا هنا وباقي غنجيو نوقفوا وندافعوا على الحق ديالنا، وهاد الناس راه تعداو علينا، وتنطلبوا من جلاله الملك يتدخل، حيت هو قال لنا جلاله الملك ان هذا الشيء ما نبقاوش ندخلوه في شي حوايج اللي بساط. ولكن انا تنقول لك جلاله الملك من هذا المنبر، راه حنا تنحبوك، وهذا راه ماشي شي حاجه بسيطه، هذا السيد راه تقع على الشعب كامل. نتمنى من الله تاخذ لنا منه حقنا ونقص لنا واحد شويه. هذا هو السؤال المطروح، خلينا نحاسب واش الاحتلالات ورغم المشاكل اللي تبتات في حقه والناس ديالو ديال التقليص. انا اللي بغيت نقول واحد الحاجه هو ان هذا الشخص هذا شكون اللي غادي يحاسبه؟ شكون اللي غادي يحاسبه؟ انا ما فهمتش شكون اللي غادي يحاسبه؟ رغم انه تبتات في حقه نائب ديال 1700 مليار، والتقرير ديال جدو، التقرير ديال جدو كشف على اختلالات بزاف. فاش كان هو في وزير ديال الفلاحه والصيد البحري، ومنهم المخطط الاخضر، منهم المواد الفاسده اللي كانت كتدخل المغرب. شكون اللي غادي يحاسبه؟ واش نفهم شكون اللي غادي يحاسب هذا السيد هذا؟ انا مرات المرات كنقول لك اخنوش سير في حالاتك، الحشومه عليك. والشعب ما كاوش، واش ما فيكمش الوطنيه؟ ما فيكمش الغيره؟ واش ما كتحسوش من كتنعس وما كتحسوش انكم راه كتظلموا الفقراء في هذا الشعب في هذا الوطن هذا؟ واش هذه السياسه ديال تفقير الفقير واغناء الغني؟ ما بغيتوش تفاقوا منا شويه؟ الناس راه تقهرات اخويا، الناس راه صافي، راه كتقول لك اولي ماه بركه، اولي ماه جمعونا في شي بلاصه وحلقونا ولا شوفوا واش ديروا لنا اباده. فقير ما بقاش عايش في هذه البلاد هذا لله، لله سبحانه وتعالى. حتى القانون ديال الاطراء غير المشروع، القانون ديال الاطراء غير المشروع تم السحب ديالو. علاش تم السحب ديالو؟ علاش؟ وذاك القانون حنا كنعرفوه، غيقول لك من اين لك هذا؟ غيقول لك من اين لك هذا؟ علاش تم السحب ديالو من طرف الباترونات؟ علاش؟ عندهم مصالح، واش كاين شي واحد غيسيني على الحبس ديالو؟ هما عارفين رؤوسهم انهم مختلسين بزاف ديال الفلوس، ولاعبين بزاف، ولاعبين الثروات ديال البلاد كامله. واش الثروات ديال البلاد كامله؟ واش المواطن ماشي من حقه يستافد منها؟ الملك قال في الخطاب ديالو، قال لك اين الثروه؟ اين الثروه؟ السؤال هذا انا بعدا، انا السؤال هذا سطاني من ملك البلاد. اين الثروه؟ استفاد من الجميع، مش خاص معينين. فين هي الثروه؟ فين هو الفوسفات؟ فين هو الذهب؟ فين هي النقط ديال التنغيف؟ فين هو الحوت؟ فين هو بزاف؟ فين هي الفلتوه الفلاحيه؟ راه بزاف. واش كيستافدوا منها اشخاص معينين؟ واش هما اللي باغيين يعيشوا في هذه البلاد؟ وحنا واقيلا كنعتبروا حنا واقيلا الفقراء منسينهم، حنا ولينا منسينهم واقيلا في هذه البلاد هذه، منسينهم كنفوجوا عليهم وكنضحكوا عليهم وصافي، والله الا منسينهم وحق الله ما نكذب عليه. انا من غدا شي يكون فتحوا الحدود، والله حتى من غدا نهاجر البلاد، والله ما نبقى، وحق الله ما نبقى. ديروا 30 عام باقي ما تجوش، باقي ما دير حتى شي حاجه. انا جراو عليا من الخدمه دابا 6 شهور، جراو عليا من الخدمه بحكم كوفيد، قالوا لك لا هذه غنقصوا من اشنو كنتسنى في هذه البلاد. واش هذه البلاد غنولد نولد فيها ولادي يطلعوا حاقدين؟ يقول لك ولدوا لي انا بزاف، وما خليتش الفقراء. واليوم شاهدنا واحد الفيديو، راه مشكله ذاك الفيديو، الناس كتخاطف كتضارب على قبل الخضره في قنيطره، مضاربين على قبل الخضره. وفيديو صاحبي راه حشومه، الناس راه كتموت، والناس راه تقهرات،
انا شوف انا النداء هذا كنوجهو شوف كنوجهو لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، نقول له الملك محمد السادس حنا راه كنثقوا فيك غير نتايا، يجيبوا حل لهاد الحكومه وهاد البرلمان، هذوك البرلمانيين شوف ما تيتحل كلشي، وكنوش يمشي في حالات ودوك الباترون اللي ما عندهمش غيره وطنيه يشوف حالاتهم، لانهم عندهم الفلوس في بنما وعندهم الى غير ذلك جميع البلدان واقيلا محلين فيهم كونطاج باش يهربوا الفلوس. كنقول لهم اتقوا الله في الوطن ديالكم. الملك البلاد كيقول واحد الخطاب كيقول لك ما الجدوى، ما الجدوى من تعيين ولات وعمال وقناصيله ومنتخبون واجراء انتخابات اذا كانوا هم فواد والشعب فواد اخر. اتقوا الله في وطنكم، اتقوا الله في وطنكم، حنا ما كنتقوا غير في الملك. الملك كيقول لك عاوتاني كيقول لك انا اعامل المواطن المغربي كانني اعامل اسرتي الصغيره. المواطن ديالك المغربي تقهر، بارك بارك بارك، حنا تقهرنا سيدنا. الا كنتي كتعامل ولادك بحال المواطن المغربي، حنا من هاد المرة كنقولو لك سيدنا حنا تقهرنا، بارك حنا تقهرنا، بارك بارك بارك، وحنا كنثيقو فيك غير نتايا، كنثيقو فيك غير نتايا. واخ نوش كنقول لك من هاد المنبر سير بعد من سير عطينا اتساع، اش بينك وبين شي سياسه؟ اش بينك وبين شي سياسه؟ انت باترون جيتي ما بين لي وضو حاج، جمعتي شويه الفلوس، جمعتي شويه العقل، بغيتي تجبر علينا هنا، بغيتي ديزا انت هو اخ ناتوش ولا ما عتميتو ولا فرعون، سير بعد منا. واش كاين شي باترون غيحن في المواطن عنده الشركات؟ ما يمكن. وسحبتي عاوتاني قانون ديال الوالدين ديال التغطيه الصحيه ديال الوالدين، واش ماشي حشومه؟ واش حكومه مسخوطه ديال الشعب ديالها؟ مسخوطه الوالدين الحشومه راه بارك اولي ما الشعب الدرويش، الشعب الدرويش في هذه البلاد هذه راه ما بقاش عايش، راه قال اللهم انا هذا ملكه، راه الاوصال في حافه الفقر، راه بنادم الله اكبر، راه الله اكبر، هادشي اللي كاين. بارك بارك اخ نوش إلا كنتي كتسمعني سير في حالاتك، سير خلي الشعب يعيش، سير خلي الشعب يعيش، الله يرحم لك الوالدين، راه بارك علينا وتقهرنا. واش هما اليوم زدتوا في الدقيق، زدتوا في الحوت، جميع المواد الغذائية تزادت، المحروقات تزادت، من الدخل ديال المحروقات هو اللي كيوفر، هو اللي كيوزع المحروقات لبعض الشركات في المغرب، وما يحنش فيه وعنده الفلوس ديال القارون. او والشعب ديالك اصاحبي لك، انا كنعرف انا واحد الشخصيه الا بغات تقمص واحد الدور انها تسير وتدبر الشان الوطني، كتسم اول حاجه كتسم بالوطنيه، وكتسم بحب الوطن، كتسم بحب المواطن. انت قلتي لنا انا مشيت 100 يوم 100 مدينه، طلعنا الجبال، سمعنا لهم، سمعنا المشاكل ديالهم، هادشي باش جازيهم، هادشي في هذه الاسعار، هادشي سمعتي المشاكل ديالهم؟ وما سمعتيش المشاكل ديالهم اكونك قتلتيهم وحرقتيهم ما عادش درتي ليهم، هادشي سمعتي المشاكل ديالهم؟ الحشومه بارك، اللهم ان هذا منكر، يجب اخ نوش ارحل، اخ نوش ارحل. واش لا مراضي ولا ما مديريه بالهويه السياسيه. اليوم الخروج ديال اليوم هو خروج مسؤول، من المفترض ان المواطنين والمواطنات خرجوا باش يعبروا بشكل مسؤول على المعاناه ديالهم وعلى الاحاسيس ديالهم، ولكن في نفس الوقت من المفترض ان الناس اليوم خرجوا بشكل طوعي، بشكل تلقائي، كيعبروا على المعاناه ديالهم، وهي معاناه حقيقيه. حنا هذه 20 سنة وحنا كنقولوا انه المعادله اللي في المغرب اللي خاصها تفكك هي معادله السلطه والثروه. هذا خطاب مسؤول، ما بغيتش نبقى نقول اي حاجه وما تكون عندها صلاحيه، ولكن خطاب واحد اللي يكون مسؤول، اللي يكون اميساج معروف افضل. هذه 20 سنه ولا اكثر وحنا كنقولوا انه علاقة السلطة بالمال خاصها تفكك، اللي كيملك السلطة ما يملكش المال، واللي كيملك المال ما يديرش السلطة. ونبهنا مرارا من داخل الأحزاب السياسية، من داخل الجمعيات الحقوقية، وكنا كنتصوروا أسوأ سيناريو هو أن رجل من أصحاب الرساميل العليا في البلاد يكون على مستوى سياسي هو القائد ديال واحد الجهاز تنفيذي، وقلنا هذا يشكل خطر، لأن استفدنا من تجربة مصر مع ساويرس، استفدنا من تجربة بن علي طاهر في تونس، استفدنا من التجارب، قلنا المغرب ما خاصوش يوصل لهذا المستوى.
يكفي ان رجال الاعمال ينخرطوا بكل وطنيه بكل تلقائيه في تمويل المشاريع الكبرى، فانهم يكونوا مساندين للدوله كبرجوازيه وطنيه، ولكن السياسه تبقى للسياسيين. علاش؟ لان السياسي كيملك القدره على انه في لحظات صعبه بحال ديال دابا كينصت للمواطنين والمواطنات. هادشي وقع مع عبد الرحمن اليوسفي، وقع في محطات مختلفه. اليوم نحن الاسعار كاينه غاليه، زاد الكاربيرون، زاد معاه كاع المنتوجات، وحنا كنعرفوا انه لو بروبريتير ديال الكاربيرون في المغرب هو الهولدينغ ديال سي عز اخنوش. المشكله الان اللي عند المغاربه هو انه عندهم عداء تجاه الحكومه، وعداء نفسي، عداء طبقي، وهذا هو الخطر الذي يتهدد المغرب اليوم. ماشي حتى الناس المغاربه تيصبروا، صبروا بوهيوف، صبروا في التيفويد، صبروا طيور في كاع الطاعون، صبروا لكل شيء. المشكله ان المغاربه اليوم كيحسوا انهم عندهم رئيس حكومه اللي هو من رجالات ديال المال والاعمال في المغرب، وهذا كيخلق عندنا واحد الحاجز نفسي في العلاقه به. وكنقولوا انه من الصعب ان باترون فاديريجي واحد الشأن العام اللي فيه واحد المواطنين الحاجات ديالهم مختلفه، ولكن في نفس الوقت هذا ما تيعنيش انه نجيو نوليو شعبويين ونقولوا غدا سير في حالتك. هاد البلاد عندها مؤسسات، عندها انتخابات، الفو لا غاردي باش ما نطيحوش في الفوضى. انا شفت الخطاب الشعبوي ديال المجموعات ديال جمعيات ذات طابع ديني سياسي وجمعيات راديكاليه، انا كنفهمو، انا ولد السياسه، الاب ديالي كان معتقل سياسي، عشنا تجربه الاعتقال، كنعرفها مزيان. اخطر الخطابات اللي كتقدر تكون في بلاد هو ملي كنجي وكنقول اجي هبط الريدو وقلب هذا الشيء كامل وغادي، غدا غنخسروا حنا. اللي كاين اليوم اللي خارجين من اجواء المغاربه وخاص يكون الخطاب فيه واضح، حنا خارجين باش ان الدوله في اعلى مستوياتها، شخص الملك، جلاله الملك، انها تدعم الاقتصاد الوطني، تدعم المواد الاستهلاكيه. البارح كان ضرر مرتبط بان التساقطات ما كايناش، الملك اجتماع رسمي خصص 1000 مليار، اليوم مطالبين نفسهم من خلال المستويات ديالهم انهم يدعموا الاسعار ويدعموا صندوق المقاصه. هو انه اليوم احنا في واحد النوع من الفوضى، اذا المطلب في نهايه المطاف بالحرف هو ان الدوله تدعم الاسعار في هذا المستوى باش هاد الاجتماعات الصغرى اللي كاينه دابا ما تحولش وتولي مشكل كبير. شكرا. بغيت ندير واحد التدخل. الاخ قال الدوله خاصها تدعم الاسعار، فين هما الفلوس باش غادي تدعم الاسعار؟ وهي مسؤوليتها هي غارقه كريديات. يلا غير هذا الاسبوع هذا سيناو على 100 مليون دولار باش يبنيو لك 170 150 مدرسه. اعطيني شي مؤسسه تعليميه في المغرب وفي مجال القراوي كتبنى ب 700 مليون، قرابه 700 مليون سنتيم. اعطيني شي، دابا قال لك 150 مؤسسه تعليميه خذوا ليها كريدي 100 مليون دولار. يعني تقريبا القيمه ديال كل مؤسسه 700 مليون. كيفاش هذا حنا في حياتنا هنا داخل المدينه ما شفناش هذه المؤسسات كيتقاموا بهذا الثمن، كيفاش غادي ندعموا الاسعار وحنا البلاد غارقه كريديات؟ غرقنا كريديات حتى الودني، كيفاش غادي تخرج؟ كاين حل واحد، انا من وجهه النظر ديالي، انا الاب ديالي الله يرحمه من المعتقلين ديال 81، وانا ما جيتش ندوي اليوم على راسي، انا جاي ندوي على ولدي، الجيل القادم ماشي الجيل اللي حنا فيه. الحل واحد هو رئيس